بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، أيضا امبارح عقد السفير الكويتي لدى القاهرة سالم الزمنان مؤتمر صحفي أعلن فيه عن إهداء أوبريت جايلك يا مصر في ذكرى احتفالات أكتوبر المجيدة، وقال إنها ذكرى نصر لا تحتكر فرحته مصر فقط بل هي فرحة للدول العربية كافة، وأكد إنه الكويت بتتشرف بتقديمها شهداء احتضنتهم أرض الكنانة. الأوبريت من غناء الفنانين عبد الله الرويشد وديانا كرزون وأحمد سعد وشذا، ومن كلمات الدكتور عيسى الكويتي وألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع محمد الشرنوبي. تعالوا مع بعض نتابع التفاصيل في التقرير التالي. عبر الشاعر الكويتي عيسى العميري عن حبه الشديد لمصر وفخره واعتزازه بنصر أكتوبر العظيم، فأبدع أوبريت جايلك يا مصر مع مجموعة من الفنانين اللي غنوا من ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي. وفي مؤتمر صحفي عقد في السفارة الكويتية في مصر دشن الأوبريت الغنائي، واحتفل السفير الكويتي بانتصار حرب أكتوبر باعتبارها نصر للأمة العربية كلها من المحيط للخليج. كانت انتصارات أكتوبر المجيدة نفحة أمل وملحبة بطولية وقصة إنجاز عظيم شاركت فيه الأمة العربية بكافة مكوناتها، كل حسب قدرته وكل وفق استعداده وطاقته. الكلمات الوطنية والألحان اللي عبر بيها قائمين على الأوبريت الغنائي كانت ترجمة لمشاعرهم في حب مصر، مشاعر حركتها ذكرى الشهداء المصريين والكويتيين اللي جمع تراب مصر أجسادهم عشان تفضل شاهدة على أخوية الشعبين من أكتر من 40 سنة. الحب لمصر، وطن مصر، عشرة مصر، ولاءنا لمصر. نتكلم على السياسة، مصر واقفة مع الكويت والدول المجلس التعاون الخليجي. لو نتكلمنا على الحروب، يعني 73 شارك فيها 20 جندي كويتي رحمة الله عليهم ورحمة الله على الشهداء، فبالتالي دخلت الدم والنسب، يعني حتى علاقات نسب بين الكويت ومصر. الشعب العربي بيشكر مصر على جمايل مصر، هم شايفينها جمايل احنا بنشوفها واجب علينا، مصر واجبة ان هي تحتضن العرب. أوبريت جايلك يا مصر بيشارك في غنائه عبد الله الرويشد، احمد سعد، شذا وديانا كرزون، واجتماعهم من جنسيات مختلفة خير معبر على ان الفن دايما كلمته بتجمع بين الشعوب في كل الاعياد والمناسبات الوطنية. ايا جمال الدين، البيت بيتك.